مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا بيكم في حلقة جديدة معايا أنا شيماء محمود وبرنامج سؤال كعادة برنامجنا إن إحنا بنسأل السؤال ودايما بنحاول نوصل لإجابة صحيح في بعض الأسئلة مش بنلاقي لها إجابة قاطعه ولكن على الأقل بنحاول دايماً إن احنا نقرب ونتكيف مع الحل اللي ممكن يكون مناسب لينا حتى لو ما كانش عاجبنا. أوقات بيكون السؤال مفتاح للإجابه وللمعرفه وللطريق الصح وساعات لأ، ساعات ممكن ما نسألش وساعات لو سألنا مش بنلاقي الإجابه السليمه. بنصمم أحياناً إن احنا نوصل لحل دلوقتي. دلوقتي كلمة بنقولها بنحاول آه نقرب آه وجهات نظرنا فيها، بنحاول إن إحنا آه نحصل على أي إجابة أو أي حاجة إحنا عايزينها دلوقتي، طب لو مش دلوقتي إيه اللي هيتم؟ سؤال حلقتنا النهارده ليه مش دلوقتي؟ كلمة صغيرة وبسيطة صحيح لكن ممكن بسببها يكون في مشاكل ممكن يبقى فيه صدامات، علاقات بتكمل او بتنتهي، نقط كتيره ممكن دلوقتي تسببها او ان احنا نخسر حاجه او نخسر حد بسبب ان احنا صممنا ما نواجهش ما نعاتبش ما نتكلمش، ليه مش دلوقتي هو ده موضوع حلقتنا النهارده؟ استنونا بعد الفاصل هنكمل تفاصيله. <applause> مواقف كتيرة بنقف عندها ونسأل ليه مش دلوقتي بس إحنا دلوقتي رجعنا بعد الفاصل مكملين حلقتنا مع حضراتكم وسؤالنا ليه مش دلوقتي الكلمة دي أو السؤال ده ممكن يا إحنا نسأله يا بنتسألنا ساعات الواحد لما بيطلب من حد طلب يقوله مش دلوقتي بعدين كمان شوية ساعات إحنا بنستعجل حاجة فكرة الاستعجال وفكرة التسويف أو التأجيل ساعات بننشغل وظروف بتاخدنا وده رد فعل للكلمه، يعني لو حد قال لك اه طب دل مش دلوقتي طب بعدين اه بتطلب تتكلم مع حد تتناقش مع حد بتطلب اي طلب اللي قصادك بيقول لك بعدين كمان شويه. طيب انا لو اتقالت لي الكلمه دي كمان شويه او بعدين او مش وقته معناها ايه؟ معناها ان انا ازعل واتضايق ولا اخد موقف ولا اعذر اللي قدامي؟ الحقيقه كلمه ليه مش دلوقتي او سؤال ليه مش دلوقتي لازم نساله. أه لما حد يقول لك أنا مش مسموح لي إن أنا أتكلم دلوقتي أو إن أنا مش عايز أتكلم معاك دلوقتي هتقول له ليه مش دلوقتي؟ حاجة من الاتنين ملهاش تالت يا اللي قصادك فعلا مشغول ومتوتر الوقت مش مناسب عنده ظرف زعلان تعبان ما عندوش طاقة للكلام أو بينفضلك بيهملك أنت مش فارق معاه ومشكلتك مش فارقة معاه ووجودك نفسه مش فارق معاه. ساعتها بنقف وقفه مع النفس ولازم نسال نفسنا اسئله كتيره بعد ما نقول هو ليه مش دلوقتي لازم نسال اسئله كتيره ونحدد الكلمة اللي بتتقال دي لينا أو اللي احنا بنسألها بناء على إيه عدم اهتمامي بالشخص وعدم تقديري لي ولا أنا فعلا ظروفي تعبانة أو أنا تعبان أو عندي مشاكل وانشغالات تانية مختلفة تماما عن الفكرة الغلط اللي ممكن توصل لي مواقف كتيرة بتقابلنا في حياتنا على ليه مش دلوقتي أو مش دلوقتي تحديدا ممكن حد يكلم واحد زميل ومثلا في مشكلة وهو متأثر جدا ويقول له أنا عندي مشكلة فلانية مشكلة في الشغل ومشكلة في البيت وصديق يقول له طب بعدين مش دلوقتي هنكمل كلامنا بعدين هنا الوقت ده ممكن يعمل مشكلة وزي ما قلتلكوا الجملة دي هتتقال في وقت هو قصده انه هو معذور او مشغول او متضايق او عشان يركز معاه بعدين او هو اصلا مش مهتم مثال تاني ما بين اتنين اصحاب في بنتين اصحاب مثلا بيتكلموا مع بعض حصل بينهم صدام وفي مشكله كبيره جدا واحده عايزه تتعاتب وتتكلم وتتناقش وتصفي والتانيه تقول لها لا بعدين مش دلوقتي في ولد وبنت مرتبطين مثلا يعني ممكن يكونوا بيحبوا بعض او مخطوبين فتقول له مثلا هو احنا هنكمل الجواز امتى؟ هتكلم بابا امتى؟ يقول لها بعدين ظروفي تعبانه دلوقتي مش وقته ممكن ما, ب... ما يبررش مشكلته ايه بس يقول لها كلمه بعدين مش دلوقتي. كل مثل من الامثله اللي احنا قلناها دي معناها ان الحد خلاص هو مش مهتم للكلام. ده ممكن يتفهم غلط لكن في الحقيقه انه وارد جدا يبقى اللي متخانق مع حد قريب منه ده هو مش قادر يتكلم دلوقتي لان في ناس وهي بتتعاتب وهي بتصطدم ممكن فعليا تخسر اللي قدامها فلو عندي طرف عايز يعاتب ويتكلم في طرف بيقول لا بعدين مش دلوقتي ده مش معناه ابدا ان العلاقه تبوظ او اللي مش مهتم لازم نراعي ظروف الناس اللي حوالينا زي مثلا البنت اللي هي عايزه خاطبها ياخد خطوه بقى جديه لاتمام الجواز آه بيقولها طب بعدين ممكن هو مش بينفض ولا حاجه ممكن يكون ظروفه تعبانه عنده ضائقه آه ماديه معينه هو مش قادر يقولها علشان ما يبقاش صغير في عينك وساعات ممكن يبقى فعلا بينفض لازم تقعدي تفكري أو كل واحد فينا لازم يقعد يفكر اللي قصاده رد مش دلوقتي دي هل هي عدم اهتمام ولا فعلا الظروف تستدعي وإن أنا دوري إن أنا في الوقت ده إن أنا أوقف كلام وأبتدي أعذر الحد اللي قدامي أوقات عدم التوقيت المناسب ده ممكن يبقى في مصلحتي يعني ممكن إن أنا ما يحصليش حاجة أو إن أنا عايز طلب معين ما يتمش لمصلحتي يعني مثلا بابا انا عايز فلوس اطلع رحله الفلانيه وبابا شايف ان الظروف دي او الناس اللي حواليا دول مش مناسبين صحبتهم مش لطيفه فيمتلي يقول لك طب بعدين مش دلوقتي هو بينفض لك صحيح بس ايه قصاد التنفيذ ده هو بيمنع عنك شر ممكن يحصل لك ومن غير ما يبقى فيه صدام بشكل مباشر ممكن مثلا الاب والام يداروا مشاكلهم الماديه او يداروا تعبهم على اولادهم وهم لو عرفوا حاجه زي كده هيزعلوا ويتأزموا ويعني الموضوع قدامهم فيسال الطفل او يسال الولد او البنت اللي اهله مالكوا في ايه يقولوا له لا مفيش بس حاجه بسيطه كده مش دلوقتي بعدين نتكلم وهم مخبيين سر السر ده لو اتعرف فعلا هيأذي نفسيا فاحيانا كلمه مش دلوقتي دي ممكن تكون لمصلحة لمصلحتنا ساعات بنقول مش دلوقتي في ابسط الامور البسيطه اللي فيها بعض المواقف الفكاهيه اللذيذه يعني مثلا ايه انا حد بيكلمني في التليفون و قدامي حد جه وانا مش عايزه اكمل كلام فاقول ايوه تمام خلاص اوكي بعدين فالمعايا يقول لي طب كملي هقول لا مش دلوقتي طب مش دلوقتي دي ما هو انا مش عارفه اتكلم فالكلمه ساعات ممكن تبقى ظريفه يعني ساعات في حد ممكن يكلمنا ودي بتحصل كتيره جدا خصوصا للاصدقاء مع بعض ايوه انت فين او انت فين يلا نتقابل عايزين نشوف بعض وحشين بعض وعايزين نتقابل فالواد يقول خلاص قشطه خلاص هنظبط وتمام بس مش دلوقتي يعني طب مش دلوقتي ليه؟ مش عارفين لسه مش دلوقتي ليه ورانا ايه اوقات المواقف دي بتبقى آه لطيفة في مثل بقى آه مشتهر جدا ليه مش دلوقتي بيمثل على تدخل ناس حشرية طنط حشرية في آه شخصية ممكن تتدخل في حياتك ايه ده حبيبتي انت ما اتجوزتيش لا والله ما فيش نصيب ليه ليه ما اتجوزتيش ما لقيتش الحد المناسب او مش في دماغي الموضوع دلوقتي طب ليه مش دلوقتي ما تفكري طب حضرتك انا حره يعني حضرتك ما لقيتش الـ الـ الانسان اللي يعوضني او الاقيه كف ليا فانت بتتدخلي ليه نفس طنط الحشريه دي بتتدخل في الجواز في الطلاق في الخلفه أه ليه مش دلوقتي خلفتي هو انتي ما خلفتيش ليه هو انتي ما اتجوزتيش ليه هو انتي ما اشتغلتيش ليه هو انتي ليه 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 دلوقتي فده بيبقى تدخل وبيبقى فضول الحقيقه يعني مبالغ فيه مش بنحب دايما الناس اللي بتتطفل وتتدخل في حياتنا لازم يبقى في مساحه من الخصوصيه ولازم يبقى احنا نحب بعض ونحب الخير لبعض وما نتدخل فيما لا يعنيه سامع ما لا يرضيه، لازم يبقى لي ردود حتى معينه لاي حد بيتدخل في حياتي او بيخترق حاجز كده انا حطه لنفسي، كل واحد حر في حياته. طيب انا لو قلت انا ما خالفتش دلوقتي، انا ما اتجوزتش دلوقتي، انا ما اشتغلتش دلوقتي، في حد ما ارتبطش بفتاه احلامه دلوقتي، مش لاقي فرصه شغل دلوقتي، طب امتى؟ هيحصل ده امتى؟ العلم عند الله، حقيقي، بس انت تعمل ايه بقى؟ انت لازم تسعى وتشتغل وحضرتك لازم تصبري وتحتسبي وقتك ومجهودك وسعيك عند ربنا. اوقات بيبقى الوقت مش مناسب لان انت لسه ما جهزتش لحاجه حلوه ممكن تحصل لك. آه زي ما قلت لكم فكره ان الواحد يتجوز او ان هو يخلف او ان هو يشتغل او ان هو يحقق حلمه دي بتبقى مساله نسبيه يعني كل واحد فينا مختلف للتاني الوقت المناسب ليك في حاجه زي كده مش زي الناس تانية اوعى او اوعي تقارنوا نفسكم باي حد وخلينا نقول كلمه رزقك المتاخر خير من ارزاقهم المتقدمه ممكن تكون الحاجه اللي انت متأخرة عليك وانت زعلان ان هي ما جاتلكش بتقول ليه يا رب انا ما حصليش الموقف الفلاني او ليه يا رب ما وصلتش للحاجه دي دي حاجه تبقى خير ليك يعني ممكن يبقى المنع يعني في قمة العطاء يعني أنت يتمنع عنك حاجة دي قمة العطاء من ربنا في الوقت ده أنت مش جاهز أنت مش محضر أنت مش مستعد ودي الحكمة اللي احنا لازم نفهم فيها أنا بستعجل حاجة عايزة تحصل دلوقتي وما حصلت ليش أعمل إيه أكتئب أزعل أبقى محبط أتضايق أبقى, أبقى ناقم على على حياتي وعشتي لا خالص ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل وربنا سبحانه وتعالى بيبقى له حكمه في تدبير الكون وامرك وحياتك ورزقك كمان قصه المنع قمه العطاء دي نقطه مهمه جدا يمكن في قصه حقيقيه فعلا بنت بتكمل دراسات عليا خدت الجزء الاولاني من الدراسه الجزء الثاني للاسف فضلت تسقط او تعيد الدراسه اكثر من مره، تدخل الامتحانات مره واثنين وثلاثه، حاله من الدموع والعياط، مجهود بيضيع، بتذاكر وبتجتهد ويعني يعني الدكاتره بتتغير والكتب ومصاريف ومجهود بيضيع فعلا، ومش عارفه تنجح لحد المره السابعه. المره السابعه كانت نجحت في الماده هي اللي هي كانت مش بتنجح فيها كل مره ولكن فرقت معاها في نص درجه في ماده اتفه ما يكون، ماده سهله جدا ما فيهاش اي مشكله وعمرها ابدا ما كانت بتسبب ليها مشكله في السبع مرات اللي عدت، هنا وقفت قدام النتيجه مش متخيله الموقف على نص درجه في ماده تافهه جدا مش الماده الصعبه اللي كانت سبب في السقوط، ادركت ان هنا وقت إن ده مش وقت أصلا النجاح، أدركت إن الخير مش في المادة دي ولا في الدبلومة دي ولا في الدراسة دي ولا في الموضوع ده، واحتسبتها عند ربنا يعني ممكن إن ده يبقى علم لا ينتفع بيه ودي حاجة تأذيها دنيا وآخرة وخلاص، فهمت الرسالة صحيح متأخر بس بعد سعي، بعد سعي ومجهود ومذاكرة وتعب ولكن وصلت لنقطة إن الحاجة دي مش من نصيبي يا إما مش من نصيبي خالص وطريقي في حتة تانية يا إما مش من نصيبي دلوقتي ولازم إحنا كلنا نفهم الموضوع ده وقتك بتاع ربنا رسالتك أنت اللي بتفهمها رسالة من ربنا بيبعتها لك بس الأول لازم كل واحد فينا يعمل اللي عليه ممكن ما توصلش للي انت عايزه علشان انت مش جاهز للي انت عايزه دلوقتي لازم تمر بمراحل كتير لازم تتصدم لازم تزعل لازم تتجرح لازم قبل ما تقول ان ده وقت السعاده او وقت الحاجه الحلوه تكون عديت بفترات اخفاق ومراحل ربنا بيهيئك وبيعدك ليها لحاجه احسن لان نصيبك اكيد متشال في حاجه احسن في حاجه احنا ملناش دعوه بيها بقى هي قضاء الله وقدره اوقات بتحصل لنا حاجات مفاجأه ساعات بتكون حزينه يعني احنا بنزعل لما بتحصل لنا بس لازم ساعتها يبقى في رضا لان قضاء ربنا وقدره فوق كل حاجه ومفيش حاجه بتحصل للانسان الا وفيها خير حتى لو هي شر يعني الواحد فينا امره كله خير خيره وشره لازم الثقه في ربنا سبحانه وتعالى والايمان كمان بالايمان بالقضاء والقدر نقطه مهمه واساس يعني وجودنا واساس ايماننا ويقنا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى أه نطلع فاصل سريع وهنكمل مع بعض موضوع حلقتنا ليه مش دلوقتي في ختام السؤال بس فاصل سريع جدا وهنرجع لكم تاني مكملين حلقتنا معاكم وهكملها بقصه دكتور مجدي يعقوب لما كان رايح في مؤتمر والطياره فاتته زعل جدا الطياره فاتته وقال ليه مش دلوقتي يعني ليه ما لحقتش الطياره دلوقتي في حين ان الطياره دي هي وقعت ومات كل اللي عليها فكرة الإيمان بالقضاء والقدر نقطة مهمة وسؤال ليه مش دلوقتي سؤال نسبي زي ما قلنا رد فعلك عليه بيختلف يا تعذر الإنسان اللي بيقولك مش دلوقتي يا تاخد موقف منه واللي بيبقى مشغول عنك سيبه اللي مشغول عنك بحجة الظروف والانشغال يبقى أنت مش من اهتمامه خد موقف وبعد آه يعني السكينة وراحة النفس نقطة مهمة جدا والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا كلنا أنا هسأله نفسي وحضراتكم كمان بعد الحلقة دي نقول ليه مش دلوقتي نتغير ليه مش دلوقتي نتغير للأحسن ليه مش دلوقتي نتغير للأفضل ليه مش دلوقتي نتوب ليه مش دلوقتي نقرب من كل اللي احنا بعيد عنهم ليه مش دلوقتي ناخد خطوات جدية عملية علشان نقدر نعيش في حياه سعيده ليه مش دلوقتي نقرب من ربنا ونؤمن بالقضاء والقدر ونثق في ان سبحانه وتعالى عمره ابدا ما هيرتب لنا حاجه مش في مصلحتنا اشوفكم في سؤال جديد وحلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل نص ساعه من دلوقتي وبرنامج سؤال